الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. معكم الشيف تشوميرا، ودابا ندير لكم واحد مأدوبة خفيفة وظريفة تاع خيزو والحبق. خيزو والحبق مدي قال لي واحد خاص توريهم خيزو، واللي ما عرفش خيزو هي ما هي 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 ما. فلهذا ها هو عندي هنايا كيما تشوفوا، عندي التومة، عندي خيزو الله ما عليناش، وعندي البصلة، وعندي داك كنور هذا كنور ديال الدجاج، ولا عندكم كنور ديال الخضرة ديال الكنور ديال الخضرة، ولا عندكم البلول ديال الدجاج ديال البلول ديال الدجاج منين، والحبق ها هو شتيه، ها هو الحبق فين ها هو الحبق، غنديرو تما دانيال مينيت باش ديك النسمه ديالو ولا الدوق طيبتي في الاول غادي يغبر ليه الدوق، من اللي خيتها الاخر تلوحو في المولينكس تبقى فيه ديك النسمه ديال الحبق. الحبق كان يجيبو عندنا الدلو تيبيعو في كراسه بكري، معني حنا باغيين نشعلو العافيه، هاي العافيه تسخن، غادي نديرو شويه ديال الزيت، قال لي واحد مطيبش بزيت العود، انا غنطيب به الله موت، انا تعجبني زيت العود، فصافي شكون لي قالك مطيبش بزيت العود، ها هو شتي هنا هو ها زيت العود، هاتي، وغادي ندير معاه شويه ديال الزبده، الزبده البلديه ولا الزبده الروميه اللي كان، ندير لي عندكم. ولا ما عندكش الزبده الله يكون في العون، ندير حتى واحد يكون عنده الزبده وكثري مع هاد الازمه، هاد الازمه ديال هاد ديال هاد المرض هذا التاج، مرض التاج فهمتي. دابا عندنا هنايا هادشي غنلوحو كله كيما قلت لكم، البصله، خيزو، الثومه، وهذا حتى الاخر، حتى الاخر عاد غادي نديروه فهمتي. دابا غنديرو هذا كيما يقولوا بالك بارلي فرونسي صوتي faire sauter les légumes. Le langage de la cuisine, c'est le français. Ah, mais c'est le langage gastronomique. الا ما عندكش الا مالك دغيا ديرو في الماء طيب ودير الزيت وكشي بفون، الا ما عندكش وقت ولا ما عندكش، اما درتيها في لا قليتيها كيما يقولو بالفرنساوي صوتي باش تخرج السكر من لي ليغيم من الخيزو والله يجي ما عليناش هذاك، ها والبصله تاع هي تخرج من هذاك السكر، ايوا درت صوتي ان اور شي 5 مينوت كيما يقولو بديك لا لونغ بالي ايوا. قال لي واحد ما تستعملش الحديد، عاود كرك انا وين نعمل الحديد ملي لان الحديد تغسلو ما تلقاش ما تلقاش ماشي بحال العود بكري كان العود ملي داكشي ملي و دابا كاين هادشي استعمل هادشي كاين يستعمل الميكا ما عليناش. دابا عندنا هنايا عندنا ديك سكينجبير تنشريه فريش من عند ماشي عند العطار، من عند دوك الهنود الأكراد، تنقيه و تنقطعو طرف طرف و تنخشيه في الماكينة، هاهي الماكينة شتيها، تنطحنو و نخويه لهاد القرعة و ندير عليه شوية زيت العود من الفوق، و فيما نحتاجو تناخذ منه شوية و نديرو في الماكلة ديالي، كذلك مع الخرقوم. تا هو الخرقوم تنجيبو تنقشرو إبيوشي، ياك نديرو تا هو في الماكينة و تنطحنو، و من بعد تنديرو في القرعة و ندير عليه شوية زيت العود، ها هو الخرقوم فهمتي، خرقوم فريش ماشي داك الخرقوم الكامل لي عندك العطار في الدورة، لا لا، لأن داك الخرقوم لي عند العطار داك الطوبة ولا المو كيسمو لاخر
طب والفار والفار تيدور عليه وتيبولو ندير غير الهندي ايوا ندير انا العطار دايما عندك شي ندير لا لا شي لا شي فاش ولا اي بلشي ها لا اي بلشي فوالا ما غاديش نطولش بزاف لا بلينا لينا خيزو تقدر تاكلو خضره يعني هو البسطه هي تقدر تاكلو خضره دونك غادي نزيد واحد دقيقه هنايا نقليه هذاك ومن بعد غادي نخوي عليه الماو الزغاريت علاش سموه الماو الزغاريت او اللي بخوي الماء خصو يزغرت امانياش الماو الزغاريت وندير معاه هذا يا سي جيب لي كنور من عند مول الحانوت ها هو كنور ها هو شتينا هو ديال الدجاج انا عندي الدجاج ملي لا خفيف ظريف لا خصنا ما عندناش الوقت وما عندناش هذا فهمتي الانسان بغا ياكل هذه خفيفه صوبه خفيفه كتاكلها عندك الخبز دوز بالخبز ما عندكش كل جنابك وشربه آه. فيها الفيتامين سي وفيها كل شيء فهمتي آه. هو ما عليناش دابا غادي نديرو هادو كيما يقولو هما لي زيبيس لي زيبيس غنعملو شويه ديال سكينجبير انا كنعمل سكينجبير لانه فوائد صحيه انا ماشي سوقيش قال اسكوفي اسكوفي عاود كرو دي اسكوفي ولا هذاك اسمو الاخر ما عنديش انا تنديرها هذاك لما ديك الكوزين هي على ليبوك هي دابا مع الدنيا تطورات خصك تطول مع الوقت وغادي نعمل الخرقوم الخرقوم واش تيه ها الخرقوم غادي ندير الخرقوم حتى هو ديال الخرقوم مزيان الكانسا الكانسا ياك اسمو داك المرض الخايب اه نعم ندير شويه هنايا غادي نشدو وغادي نجيب التحميره ولكن التحميره فيمي فيمي اه فيمي ياك شويه من بودابست من بودابست ما عندك لي هونغروا يعني دوك البيف هونغروا اه هذيك هيا هيا هنا هي هنا هي هنا هي هيا هنا هي التحميرة هيا هاي التحميرة التحميرة هذه فيمي فهمتي غير شوية مي أنا تبغي ندير نبغي ندير هادو هادو مزيان ليا لأن الصحة 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 ومزيان تاكل الكول فهمتي قال لي واحد انت واش انت هو الفايد اش من الفايد من الفايد ما كاين لا فايده لا حبي العام دخلني مع الفايده ما عندي علاقه مع هذا فندير اللي بغيت فناخذ من عند هذا وناخذ من عند هذا ولا نعمل الفورميلا ديالي ولا نطيب بها فهمتي فوالا دابا غادي نديرو الماء درت الماء سخون على قبل الوقت ما عندهاش الوقت الماء سخون نغيا دابا غادي نخليها شي شويه وغادي نشد الحبق الحبق غادي نديرو تحت الماء باش نقيه الاخر نقطع منو ونلوحو في المولينكس ها هو شتي دابا غادي نمشي ندوشو بالماء بارد ها هو شتي ها هو ندوش سارد صافي دابا نحيدو هادشي من هنايا الشاف هو اللي ينقي من بعدو فهمتي خدم ونقي اه العام ما تكونش معكاز ها قال لي واحد فين تعلمتي لا كوزين تعلمت هنايا في
South East London Technical College en abréviation SELTEC. هذه لقيت فيها 3 ans ومن بعد سيدي مشيت لإيلينغ ايكول دو ماناجمون عملت لا بروميير بارت ومن بعد بدلت الدار ولا جاني بعيده باش مشيت من كانت إيلينغ ما كنتش ملي كنت في لندن تما هنا في قريت في لويشم واي في كاينين الحارقين نعم تما هذيك جزائريين ما عليناش مش صعبة دابا غادي نشد غادي ندير واحد شويه ديال الكيب ها هو غادي نفرتو باش مي هنا الملحه نخليها لكم نتوما ملي لان كل واحد يبغي الملحه كيما بغيت الملحه يعني غندير شويه البزار لابد كاينه ديال البزار هادي الماي هادي التكواسه ديالي معلياش غادي نجيبو الكبيرة هادي الكبيرة فينا هي هادي تيفوحو بيها الطالي ملي كانو الطالي هنا عندي ريستورون بكري في السبعينات هادشي تيجي عندك داك الكارسي بخليك فوق سباكاتي ولا فوق لازانيا ولا البخ تي ما تنساوش انا ماشي في التلفزيون ها انا بوحدي ما كاين معايا والو اما كنشوف التلفزيون راه عندهم دي شاف بيهاند السين هما اللي تيبريباري هما اللي كلشي تجي ديك الشوميشه ويجي داك الصلع اسمه ها موحى ايوا حنا هذا ما هي البخ كاينين اخرين ما تيبانوش هما اللي توجدوا كلشي وهذا وهذا ويعملوا هذا ويعملوا ريهرسو المره الاولى قطع المره الثانيه قطع عاد تيديروا انا من لا انا ما عندي لا قطع لا والو انا يتيم بوحدي هنايا في هاد الكوزينه تا من داك اسمو داك المراكشي ديال هذاك ولا داك هذاك تا هما مابقاش يجيو عندي علاش في الحب مابقاش يدوها فيا العام وانا بلا غير بوحدي فهمتي وتصنف لي الله يرحم باك فهمتي ما تجيش عليا ديك الفهمه تقول لي حبه شو ماشي ماشي شو ماشي تمشي تلعب ها هي ولا ديك الاذاعه ديالها الفاسده انا نقول لك انا ماشي سوقي رد بالك دابا ها هو شي دابا لا غادي نديرو هادشي هنايا غادي نخويو هنايا خفيف وظريف هاهو هادشي ها هاهي فوالا ونطفيو العافية ودابا غادي نجيبو الحبق البازو ولا بازيليكو كيما يقولو في الطاليان هاهو نجيبوه هاهو شتيه قطع قطع الله ها هو شتي طيار كاع العمر يعني هنا هنا هنايا خصكم دائما زيرو فهمتي حاولوا تزيرو لا دير لك بش وطلع لك على وجهك وتحرق لك فهمتي ردوا بالكم فهمتي انا ماشي سوقي لان يعني لبس السبيطارات عامرين بكورونا ما كيداش نمشي لعندهم لان ما يداولوك غتوحل مع السيكوريتي تقول لي حرقت راسي والو عطاك البومادا يبيع عليك تما في الباب لان عندو كاع الدواء داك السيكوريتي هادوك هما اللي خرجوا على وزير الصحه هما دوك اسمهم المديرين ديال المستشفى ها هي دابا الصباع ديال هنايا غندير لها بحال هكا فوالا انت خلاي فوالا هذا مبارك على هذا الصوبه وجدات غير اللي ما بغاش يعيش فهمتي فوالا ندي وقع الزيت البلاصه
شلل دائما شلل وغادي خويا هنايا وكاع الاخوان اللي بغاو يفهموا عجمل دي شادي ولا ما ديرش هادي نقولكم بهنايا باللغه العربيه دخلوا كرك ما عندك ما تصدع عليك كرك معايا عندي انا عملتها اما فاصون شاف تشوميرز ذا ريسيبي بقى تقول لي حقات ندير انايا ولا امي كانت دير انايا ولا خالتي ولا داك الشاف هادو كلهم يديهم فهمتي ابقى فوالا هاي شتي الصوبة هاي فوالا شم 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 هادي شوية خاطرة إلا بغيت تزيد فيها الحليب زيد الحليب هاداك الحليب لا عندكم الحليب هاكا هاداك الحليب عندكم خضرة غادا ديرو تولي حبيبة تي كيرلي لأنه ماشي حليب لا بصح ولا عندك لاكريم دير شوية لاكريم فهمتي عندك لاكريم فريش فهمتي هي عندي هنا ماشي لاكريم فريش كريم دوبل شتي هادا غادي نجبدها لكم نقول لها فريش دبل كريم ما عرفش نقول لها انتم في الدوله ديالكم انت هاي شتيها هاي دابا غادي ندير ديك اللعيبه ديال انتي انت تشوف غنديروا لك اللعبه الزويقه هلا ندوز لكم الحاجه شتيها ايوا وكل اللي تيبغي يقارنيش يبغي يفهم الفهمه تدير واحد اوريقه فهمتي تزيتها وتحطها الفوق فهمتي تحطها بحال هكا كامل شو ما نيش هادي لا لا هو كي يقولك يقول لك كريم كريسي ولا داك البخ ديال الريبيرتوار ممكن تدير فيها الكمون الكمون خيزو الكمون ابغي دير خيزو الكمون تبغى مزيان هادي انت شوف بندق ديليشيز فلهذا اخواني غادي نخليكم تبقوا على خير الى 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 المره الاخرى ان شاء الله الاسبوع المقبل فلهذا احنا عملنا لكم اش ندير اجرنا خيزو والله العام خيزو وشوية البصلة وشوية التومة الزيت العود والزيت والزبدة والجينجا سكينجبير والخرقوم فريش ماشي داك الخرقوم اللي على العطار داك اللاوي لا لا الخرقوم هذا فريش وشوية اسمو البزار ايوا هادشي اللي كنسيت شي حاجة ما نسيت والو هادي هي الصوبة فهمتي تقليها بالزيت ودير عليها شوية الماء سخون دير معاها داك كنور ولا ماكي وصافي هو هذا تبقوا على خير إلى مرة أخرى ومع السلامة كان معكم شاف تشوميرا